Conseiller à la télévision. Télévision. أي ليم البارح أهم مسار على القناة التونسية حوار برهين بسيس مع سليم دولة دونك حكى برشا على ثورة تونسية حكى زيادة على اللي صار نهار 14 جانفي وقبله وبعد 14 جانفي لكن سليم دولة عنده تسمية خاصة للثورة نسمعوا شنو يوصف الثورة التونسية قلنا سميناه افتراضيا ثورة فلأسمي ثورة دون أن ندقق فما معنى الثورة على أقل تقدير بإمكاننا نتقدم إجرائين ما الذي نفسه هي لا أقول تسوير البنى القديمة واستبدالها ببنى جديدة تل فيها الإنسان والمقام الأرقى إلى آخره على أقل تغيير نظام علاقات القرابة بيننا وبين التراب الذي ولدنا فيه وإليه نعود. ماذا فعلت الثورة؟ هل غيرت؟ لا ماذا فعلت الثورة؟ بالعكس ضيقت أقول جيدا وفق علاقة قربة وإذا بنا كأن مؤمنين وملحدين صالحين وفاسدين حتى في التصنيف الإيديولوجي جماعة ينتمون إلى الجنوب هم ينتمون إلى تيار كذا وجماعة من الشمال الغربي ينتمون إلى كذا تقسيم هذايا اللي عملوا سليم دولة كي نحكي فيها في جزء ثاني على هو نعرف كلنا توجهات سياسية لسليم دولة ولكن في وسط هذا يحكي على دفاع ولا بعض الطلبة متاعه اللي من الاتجاه الإسلامي في وقت الزمن قبل معناتها ثورة 2011 دونك نسمعوا كيفاش حس على الطلبة متاعه رغم اللي ما عندهمش نفس الانتماءات السياسية لما تدافع أعود قليلا لما تدافع على الحرية دافع على الحرية في المطلق دافع على الحرية المدنية أنا تونسي يعنيني تونسيتي بدءا لما كنت أدرس الفلسفة ممكن لخص ما كنت ندرس فيه مطلب بسيط جدا هو كيف سنمر نحن أهل تونس من منطق العداوة إلى منطق لأن العدو بإمكانك أن تقتله وأن تنكل به وتجتث سلالته وتعتدي إلى غيره منطق الخصومة ثم أرضية ممكن وأن هذا يعنيني ذلك الممكن التونسي وهذا المطلب راه يبدو غريب اثنين استنتاج استتبعات هذا الموقف أنا لم أتحمل أن يزج بشباب من الحركة الاتجاه الإسلامي جيدا تحدث على الشباب ومن هم ندرس لم أتحمل أن يسجلوا إطلاقا وأكثر من ذلك سأكون صريح معك أنا قريت زوز لا أريد أن أحرجهم لما سمعت خذوا الباك ودخلوا الجامعة لما سمعت اللي هما ألقي القبض عليهم وحكموا 17 19 سنة صدقني أني أصاب جسدي الحمى هذا يتوافق اللي مطلوب اليوم في الساحة السياسية رغم الانتماءات السياسية المختلفة ولكن ديما فما منطقة الخصومة اللي يجمع توينسا اللي هو الخصومة تخلي العبيد فما أرضية مشتركة خير اللي يكون منطقة العداوة سليم دولة أنا قريت له برشا حاجات من العبيد اللي تعجبني برشا في قراءة التاريخ والواقع التونسي وتحليل الروح والعقلية التونسية عنده تحليل واضح جدا كان يبسط في الخطاب الفلسفي وكذا به من سيسليم نمشي وسي عبد الكريم الهاروني القيادي في حركة النهضة ورئيس مجلس شورى حركة النهضة البارح كان ضيف إيمان مداحي على قناة حنبع لحكي على سألته قتلوا النهضة اليوم متخوفة من إعادة الانتخابات قالها النهضة ما تخافش وهذا كان الرد متاعه فإحنا ما نخافوش من إعادة انتخابات لأن النهضة حزب كبير وعنده قاعدة شعبية وزادت الشعبية متاعه هذه الأيام لأنه مواقفه كانت إيجابية ومتوازنة وظهرت اللي هي تنازلت من أجل تونس وما هوش حزب يجري على المواقع والمناصب معناتها شعبية النهضة زادت بينما شعبية ناس آخرين تراجعت فيردوا بالهم والناس اللي شعبيتهم تراجعت الناس اللي شعبيتهم تراجعت منهم مثلا حركة تحية تونس اللي ربما المساج كان لبعض القوى السياسية في تونس لكن سي سليم العزيبي كان عنده موقف آخر في حديثه على التراجع هذي متاع الشعبية وكل في علاقة زادة بانتخاب رئيس الجمهورية وإحنا ثقتنا كبيرة في رئيس الجمهورية باش يختار الشخصية الأقدر لتكوين حكومة أيضا قوية وسيد رئيس الجمهورية اليوم ثقتنا كبيرة فيه حتى ثقتنا في التوانسة كبيرة والتوانسة أعطاته الشرعية الانتخابية والشعبية باش يكون هذا الخليط السحري لازم نلقاه توا باش نجم نكونه جبهة سياسية واسعة تدعم الحكومة في الإصلاحات الكبرى نتاعها ورئيس الجمهورية أيضا شخصية مستقلة فوق الأحزاب وهذا تعطيه اليوم معناتها مصداقية كبيرة باش نجمو نرقاو الحلول في المرحلة الجاية
تحسه يفرش في حاجه معناته يفرش الحاجه عرفت كانه يحضر الرئيس حكومه ناقص كان يقول اسمه معناته سليم العزيبي يحضر لرئيس حكومه ولا قاعد يفرش وعبد الكريم الهاروني اون ديغي مش عايش معنا في نفس البلاد نواصل مع سي عبد الكريم الهاروني اللي البارح كان قال برشا كلام في حق رئيس الحركه راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب من بين الكلام هذايا تفسيره لزياره رئيس الحركه راشد الغنوشي لليبيا واللي صاير لتركيا عفوا واللي صاير في ليبيا نسمعوا التصريح هذايا في حق رئيس الحركه وبعد نرجع لكم في تصريح اخر كل عمل يقوم به راشد الغنوشي كل خطوه يعملها تحدث جدل أه؟ على الاقل هذا يدل على اهميه الرجل ودوره في البلاد سواء كان الناس اللي وافقوه ولا الناس اللي عارضوه أه. وهذا شيء يزيد اهميه لدور حركه النهضه في البلاد زيد حكي على انه لازمنا نشكر عجبتني الصحفيه وتكلمت قالوا أنا باش نكمل في رأي سي عبد الكريم الهاروني في راشد الغنوشي وقال لازمنا نشكروه على حاجة نسمعوا على شنو نجمو نشكروه والنهضة قاعدة كحزب وطني ويهمه مصلحة العرب والمسلمين وكل الشعوب اللي تطلب في السلام في الحرية في عوض نشكره راشد الغنوشي اللي هو معناتها كان في جلسة نتاع برلمان من غدوة معناتها يسافر باش يخدم تونس ويخدم استقرار المنطقة اللي حولها نتحدث في حديث ما عنده حتى قيمة وما نضيعوش معه وقتنا استقرار المنطقة اللي حولها البارح زلت لسان لعبد الكريم الهاروني الاستقرار بالنسبة لي هاو كيفاش مستبشرين احنا اللي وصلنا لإطلاق النار الوقت في إطلاق النار ولكن زلت اللسان تنجم تفسر برشا زلت اللسان وليت المدابية أعطيك صحة ريم وطوكا ما احنا ماذا بينا كي يحب يخدم مصلحة تونس يقعد في تونس معناتها لا هو مصلحة تونس يعني الجلسة وفيت مخر وهو تحمل عب من أجل تونس رد بالك سفر ومن أجل الاستقرار اللي في المنطقة الكل ما نعرفش كيفاش مصلحة تونس أني نسافر في الليل نمشي لتركيا معناتها كيفاش تحب تقنع الناس بالحكاية هذيك الناس اللي تخلط على الوقت على الأقل راهو معناتها سهر مع الجملي فهمتي برد له في خاطره شوية معناتها مش مش 58 دقيقة على نجمة فين بعد شوية باش نعملوا وقفة مع أهم المحطات اللي ذكرناها في الثورة التونسية 2011 شنو اللي صار شنو اللي تعدينا به انتوما باش نرجع معاكم شوية 9 سنين التالي والفرق بين 2011 و2019 ولا 2020 خليكم معنا في زوم 73 حتى نص النهار